بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله. معكم أستاذة خديجة الباري، محامية بهيئة جديدة. كيف ما لاحظتوا عينتوا شاهدتوا معنا الوقفة اللي كانت اليوم بمحكمة استئناف بقصر العدالة بالجديدة. هذه الوقفة اللي دعت لها جمعية هيئات المحامين بالمغرب اللي تكون من 17 هيئة، وكذلك ودعت لها الهيئة ديالنا هيئة المحامين بالجديدة، وكذلك الإطارات الشبابية خاصة بالمحامين. طبعا هذه الوقفة هذه اللي جات يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، كيف ما قلنا هو وقفة وتوقف على العمل طيلة يوم الثلاثاء، جاءت ضد المسودة اللي جاء بها للسربات ديال قانون المهنة، قانون مهنة المحاماة. هذه المسودة هذه اللي ما تشاركش فيها الهيئات ديال المحامين، معروف ان كاين ما يسمى بالمقاربة التشاركية. هذه المقاربة التشاركية لاي بلد ديمقراطي تنهاجها. للاسف السيد وزير العدل خرج علينا بهذه المسودة التي تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا، من احنا درنا في الولاية اللي كنا فيها احنا عضوة سابقة بمجلس هيئة المحامين الجديدة، كنا صيبنا واحد مشروع للقانون لمهنة المحاماة وجميع الهيئات كذلك شاركت فيه وقدمناه للوزارة، لكن كنتفاجئوا بأنه تسربت واحد المسودة خلاف هذاك الشيء اللي كنا متفقين عليه واللي خدمنا عليه واحد المدة ديال سنوات. للأسف كتجي مخالفة لكل المقتضيات وكل الطابع التشاركي أو المقاربة التشاركية التي تنهجها في جميع القطاعات ماشي غير في قطاع المحاماة. كذلك خرجنا اليوم وتوقفنا ووقفنا العمل لأجل التسبيق ما خرج به من أجل قرار تسبيق الضريبي ضد المحامين في أي نيابة أو ملف. كتجي تحط نيابة ديالك واخا يكون ملف كما كان، غتحط في المحكمة الابتدائية 300 درهم، في محكمة استئناف 400 درهم، في أمام محكمة النقد 500 درهم. هذا ضد المواطن بالنتيجة، لأننا نحن ننوب عن المواطن، هذا الشيء كيأثر بالسلب بالنتيجة على المواطنين في ظل واحد الجو واحد الوقت اللي مكهرب غلاء ديال الأسعار إلى غير ذلك. فكيفاش كيجي واحد، حنا كنبغيو نقدموا معونة كذلك في عديد من الملفات، كنقدموا خدمة ديال المواطنين بدون أتعاب تتعاون مع الحالة الضعيفة، فكيفاش غنجي نأدي أنايا شي حاجة اللي باقي ما عارفهاش أش غتخرج ديا؟ إذا هذا مخالف للقانون، هذا التسبيق الضريبي راه مخالف للقانون. فكان حوار مؤخرا بين جمعية هيئة المحامين والسيد وزير المنتدب المالية القجاع وكذلك وزير العدل، تم تصريح بأنه سيتم، قالوا بأنه سيتم التراجع عن هذه المسألة ديال المقتضى ديال التسبيق الضريبي، ولكن نحن لازلنا واقفون وسنتوقف عن العمل وسنأخذ عدة محطات نضالية إذا ما لم يتم التراجع عن هذه المسودة وفق ما سبق وقلنا، أن تكون مقاربة تشاركية تشارك فيها جمعية هيئة المحامين جميعا مع السيد وزير وكذلك كل الفاعلين المتدخلين والمهتمين، وكذلك الرجوع عن هذا المقتضى ديال التسبيق الضريبي لأنه مخالف للقانون وهو ضد المواطن بالدرجة الأولى أولا وأخيرا. وعاشت مهنة المحاماة حرة ومستقلة، ودام لكم العز والسؤدد، وشكرا لكم جميعا، أنتم صحافة. شكرا.